بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنتكلم دلوقتي عن آخر structural design pattern، وهنشوف ليه هو structural. ال intention الأساسي بتاع ال flyweight design pattern إن إحنا بنستخدم sharing زي كده، المشاركة. Use sharing to support large number of fine-grained objects efficiently. معناه إيه الكلام ده؟ معناها ان احيانا لما بتيجي تديفلوب سوفت وير، احيانا زي مثلا الجيمز على سبيل المثال، بتطلب منك انك ممكن تكون في سين واحد بتعمل بدون مبالغه الاف بل مئات الالاف من الاوبجكتس علشان تفورم انترفيس معينه، او تشكل مثلا على سبيل المثال سي مساحه معينه في اللعبه عندك، وهكذا. الطبيعي طبعا ان الاوبجكتس او اي من كان من البيانات بتتخزن في الميموري بتاعتنا الرام، واحنا بقدر الامكان بنحاول لما بنديفلوب سوفت ويرز بنحاول ان احنا نريديوس او بنقلل اكبر قدر ممكن من الريسورسز اللي احنا بنستخدمها علشان يكون في افشنسي او اداء افضل في التطبيق نفسه واحنا شغالين عليه، وهكذا. فالفلايت ويت ديزاين باترن الاساس بتاعه ان هو بيستخدم الشيرنج. يعني ايه الشيرنج؟ يعني ان انا اقدر اشارك ايا من كان من المعلومات اللي تم الاحتفاظ بيها مسبقا. وبالتالي هنا احنا هنركز في الاوبجكت انستانشيشن على حاجه مهمه جدا، وهي الستيت شيرنج. الستيت وهي حاله الاوبجكت نفسه وما يحتويه من بيانات حاليا. قد لا تكون كل الستيت، بس ممكن تكون جزء من الستيت. فمثال حقيقي ممكن طبعا تشوفوه زي مثلا حاجه زي الجيم تايلز، اللي هي المربعات اللي احنا بنعمل منها مثلا سي على سبيل المثال القريه بتاعتك في لعبه استراتيجي على سبيل المثال، او انك بتكون مثلا بتبني ولنفترض بورتري معين، فبتستخدم انماط كتير جدا جدا متشابهه. حقيقه ان دي ممكن تكون عباره عن اوبجكتس ليها خصائص وليها عمليات زيها زي اي كائن ممكن تعرفه في التطبيق بتاعك، ولكن يحدث انه انت تلاقي الاوبجكت نفسه ممكن يكون هو نفسه متكرر الاف المرات. فليه انا اعمل اوبجكت جديد بخصائص هيها بالظبط نفس القيم لخصائص اوبجكت تاني بيماثله؟ هنا بقى بنتكلم عن الفلايت ويت. فلما تيجي تبص عن اليوم ال دايجرام بتاعنا، هتلاقي ان احنا عندنا الفلايت ويت اوبجكت نفسه، الفلايت ويت فاكتوري، الكلاينت، الكونتكست بتاعنا على سبيل المثال. وتعالى نشوف مع بعض ايه الفرق ما بين دول. فلايت ويت اوبجكت بتاعنا هو الاوبجكت الاساسي اللي احنا هنعتمد عليه، وفي الحاله دي هيكون بالنسبه لنا التايل، يعني المربع اللي احنا بنبني بيه مثلا نفترض رصيف على سبيل المثال، اعتبره بلاطه ليها مجموعه من الخصائص والعمليات. فطبعا انت هتلاقي نفسك ان انت عايز الاوبجكت ده زي ما حضرتك عارف ايا ما كان، هو كونكريت امبلمنتيشن او ليه سوبر تايب معين، عايز الاوبجكت ده يهولد ستيت معينه. فهتلاقي ان انت عندك هنا احيانا ريبيتنج ستيت، ريبيتنج ستيت. فالريبيتنج ستيت دي هي اللي انت بتحاول بقى من خلالها ان انت تقول دي هي القيم المشتركه ما بين كل الكائنات اللي من النوع ده بهذه الكيفيه. فاصبح انا هنا بقى على سبيل المثال لو جيت بصيت، هتلاقي ان انت عندك هنا الفلاي ويت هو الاوبجكت الاساسي بتاعك، وليه ستيت ممكن تكون 3 4 5 خصائص ليها قيم معينه، والفلاي ويت نفسه زي ما انت شايف كده بهذه الكيفيه مثلا، ولنفترض انت ممكن تكون بتستخدمه كجزء في كونتكست معين زي السياق اللي احنا فيه ده على سبيل المثال. هتقول انا عندي الفلايت ويت بتاعي وعندي يونيك ستيت تانية للكلاس اللي اسمه كونتكست مثلا، ايا ما كان بقى الكونتكست ده عباره عن ايه، ايا ما كان هو ممكن مثلا نقول ان هي الجيم بورد بتاعتي او الارضيه بتاعت اللعبه بتاعتي. فعندي اليونيك ستيت تظل اليونيك ستيت، والفلاي ويت فاحنا بنحصل على الفلاي ويت من الفاكتوري. ليه بقى؟ هو ده السؤال. لان احنا بنحاول نبني ريجستري للفلايت ويتس بتاعتنا. فاصبح ان انا لو عندي ستيت معينه وانا لقيت ان الستيت دي موجوده بالفعل، فبالتالي هرجع بالستيت اللي موجوده عندي. لكن لو ما لقيتش الستيت دي، فهكريت فلاي ويت جديد بستيت جديده. على هذه الشاكله لو ايا من كان من اي كونتكست من دول حب ان هو يطلب فلاي ويت اوبجكت جديد، هقدر ان انا احصل عليه على طول من الريجستري بتاعتي. تعال نشوف ده في المثال حقيقة. تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونروح مع بعض هنا على الـ structural folder ونعمل مع بعض
الفلاي ويت بهذه الشكل. وهنقول ان المثال اللي احنا هنقدمه هو الجيم بورد. اول حاجة هنعملها مع بعض هنا ان احنا هنعمل الجيم تايل. الجيم تايل دي اللي هي الرقعة اللي انت مثلا بتستخدمها علشان تكررها اكتر من مرة فتعمل مساحة معينة، زي مثلا ارضية لعبة استراتيجي انت بتلعبها، او زي مثلا رصيف انت بتبنيه في لعبة معينة، او زي مثلا على سبيل المثال ان اللعبة محتاجة ترندر ونفترض شارع او حيطة مكونة من مجموعة كبيرة جدا جدا من الاوبجكتس بتمثل مثلا تايلز او مربعات او اي من كان من اشكالها بخصائص. فبالتالي انا هسمي ده وحرفير لده بالجيم تايل نفسها. وحاجي هنا على الجيم تايل بتاعتي دي وحديها مثلا برايفت سي color string اهو، وبرايفت سي سايز، وبرايفت string مثلا سي ولنفترض على سبيل المثال نقول اي حاجه سي مثلا ليفل، هي ليها ليفل معين ونفترض. فانا هنا لو عملت الكونستراكتور بتاعي للتايل دي بهذه الشكلة مثلا، هلاقي ان انا عشان اعمل التايل كل مره لازم احدد لون، ولازم احدد سايز، ولازم احدد مثلا ليفل معين. فحاجة هنا وهعمل حاجة زي جيم تايل ليفل كأنها اينام يعني، بس هي طبعا مش اينام لان ما فيش فيها اينام. هعمل كده كونستانت مثلا حاجة اسمها على سبيل المثال تايل ليفل بيجنر عبارة عن واحد، و تايل ليفل سي انترميديت وده هخليه اتنين، تايل ليفل ادفانسد او اكسبورت سي ده رقم ثلاثة بالشكل ده. حاجة هنا اقول ان انا عندي الكالرز الاساسية للتايل مثلا هي اربعة، نفترض مثلا جيم تايل كالر، فهقول مثلا ان انا عندي هنا تايل كالر ريد، ريد سي مثلا جرين سي بلو سي ونفترض براون، وسي مثلا وايت سي جراي، جراي اهو وايت براون بلو جرين بهذه الشكل اهو. هنا بقى انا عندي في الجيم بورد بتاعتي التايل الاساسيه، فاصبح انا هنا ونفترض انه التايل بتاعتي عباره عن كلر وسايز وليفل، ايا من كان بقى السايزز ممكن تكون مختلفه. فانا هنا عارف ان انا عندي في الجيم بورد حاجه اسمها البورد نفسها شكل كده. وعندي هنا private array of tiles ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن game tile array بهذه الشكل اهو. وانا مثلا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ونفترض مثلا اللهم صل على رسول الله public function add tile game tile اللي هي التايل نفسها اهي، بس بوش دي التايلز نفسها التايل دي بهذه الكافية. طب انا بقى دلوقتي عايز مثلا اضيف التايل، تعال بص كده معايا. لو انا هضيف التايل بتاعتي فانا محتاج ان انا احصل على الايه، على
المواصفات بتاعتها. وطبعا عشان احصل على المواصفات بتاعتها فانا محتاج برضو على سبيل المثال اشوف ان كان في اصلا تايلز متاحه بهذه الكيفيه فاقدر ان انا استخدمها ولا لا. فتعال اقول معايا ان انا عندي هنا مثلا ونفترض الجيم تايل دي ليها مجموعه من المواصفات زي ما قلت كلر وسايز وايه وايه كان عندنا كمان الليفل بهذه الشكل. انا بقى محتاج ان انا اد التايلز وكل تايل بالنسبه لي هي عباره عن على سبيل المثال بوردر بوردر كامل والتايل محطوطه جواه. فانا مثلا هاجي هنا اهو هقوم قايل ايه ان انا عندي هنا بالشكل ده بهذه الكيفيه قول جيم تايل بوردر. ده بقى ليه ستايل وثيكنس بهذه الكيفيه بل كمان بقى ايه بقى مجموعه من الخصائص اساسا مشتركه. يعني مثلا على سبيل المثال لو انت جيت بصيت هتلاقي عندك ايه انا عندي هنا مثلا في الكونتكست الاساسي الفلاي ويت كاوبجكت واليونيك ستيت. فانا بدل بقى ما اقوم جاي حط الخصائص دي كلها بهذه الشاكله اللي هي عندي هنا بالمنظر ده الكالر والسايز والليفل فانا هقول لا ده انا عندي هنا برايفت وهقول جيم تايل وهقول التايل نفسها بهذه الشكل. فاصبح انا بقى كده دلوقتي كل لما احب اجيب بوردر وتايل جواه بالمنظر ده بدل ما هقوم جاي معرف او مثلا على سبيل المثال بدل ما كنت انا هاخد الكالر والسايز والليفل احطهم هنا بالشكل ده لا انا هجيب تايل كامله على بعضيها. بس قبل ما انا هجيب تايل او هستخدم تايل هروح على الفاكتوري بتاعي اشوف ان كان الستيت اللي بدور عليها دي موجوده في الفاكتوري ولا لا. فهنا مثلا دلوقتي دي الليفل بتاعتي خلاص ده الكالرز بتوعي. هنا مثلا عندي الايه الاد للتايل نفسها. هنا بقى المره دي هعتبر ان هي مش جيم تايل عاديه بس لا ده هي بالبوردر. فانا هقول مثلا ايه بعد اذنك جيم بوردر ايه اللي هو التايل بوردر بالشكل ده كده. ليه؟ عشان انا هستخدم ده وهانجكت جواه الايه جواه الجيم تايل نفسها. انما هنا بقى دلوقتي انا لو حابب ان انا احصل بقى على الايه على التايل بتاعتي هعمل ايه؟ بص بقى معايا. اولا انا هاجي هنا هو وهعرف الكونستراكتور بتاعي. الكونستراكتور بتاعي بالمنظر ده كده بس التايل دي بقى بالمنظر ده انا مش عايزها مش عايز اعمل لها باس كتايل. امال هتعمل ايه يا محمد؟ هعمل الاتي. انا هضيف هنا كمان الكالر والسايز واخر حاجه هضيفها هي الليفل بهذه الشكل. فاصبح هنا دي اليونيك ستيت لانها يونيك بالنسبه للايه للبوردر نفسه. انما التايل هنا ممكن يكون الاف التايلز على سبيل المثال ولنفترض. فاصبح انا هنا بقى لو جيت بصيت هقوم جاي عامل ايه واخد الكالر والسايز والليفل وهقوم جاي رايح هنا بقى على سبيل المثال على الفاكتوري بتاعي. الفاكتوري ده المفروض ان هو يكون عباره عن يكون عباره عن الجيم تايل فاكتوري وانا هكون ميثود جواه ستاتيك. انا هسمي الميثود دي على سبيل المثال كرييت تايل وهعمل باس لدول كخصائص هنا هو. ولازم بقى الميثود دي ترجع لي ايه؟ ترجع لي اوبجكت من النوع ايه بقى؟ من النوع تايل بهذه الشكل. فاصبح انا كده بقى عندي الستايل عندي الثيكنس عندي الكالر عندي مثلا السايز وعندي الليفل بتاعي. فين اليونيك ستيت بتاعت البوردر ده؟ اليونيك ستيت بتاعت البوردر ده هو ايه؟ هو ستايل وثيكنس. انما فين بقى الريبيتد ستيت نفسها الريبيتد ستيت نفسها هي الكالر والسايز والليفل. فانا هنا هروح على الجيم بورد وهروح هنا على الفايل بتاعي واقوم قايل ان انا عايز اعمل جيم بورد او جيم انا اسف تايل فاكتوري. الفاكتوري ده بقى هيبقى وظيفته الاتي برايفت
static وهقوم قايل array of tiles. ده عبارة عن array. هنا بقى احنا هنعمل حاجة جميلة جدا. public static function اسمها create tile. create tile دي بتاخد زي ما قلت لحضراتكم ايه، بتاخد string color بهذه الشكل، تاخد size وبتاخد ايه level. دي التايل بتاعتنا اهي، وانا هاخد دول بالمنظر ده واشتغل عليهم كده. اهو دول بقى هم اللي هيرجعوا لي التايل بتاعتي. بس ازاي بقى؟ هنعمل حاجه جميله جدا جدا. احنا هنيجي هنا وناخد الكالر بتاعي والسايز بتاعي والليفل بتاعي، وهنبيلد دي على انها هاش ماب، مش اكتر من كده، زي هاش تيبل كده. الهاش تيبل بتاعتي دي هتبقى كالاتي. انا هقوم جاي عامل على سبيل المثال ولنفترض الاتي، هقوم جاي قايل اول حاجه الهاش بتاعي عباره عن سي ام دي 5 مثلا للكالر و السايز و الليفل بتاعي، وهقوم جاي قايل اف انه ذس اوف الايه بقى اوف التايتل، اللي هي المفروض هنا بقى عشان احنا هنا بنتكلم ستاتيك فسيلف للتايلز نفسها بهذه الشكله بتحتوي على الهاش ده. فهقوم قايل array underscore key exists، والكي بتاعي في الحاله دي هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الهاش ده نفسه بهذه الشكله بالمنظر ده كده اهو. يبقى هريتيرن مين بقى؟ هريتيرن سيلف تايلز اوف الهاش نفسها، اوبجكت اللي هو الايه اللي فيه ريبيتد ستيل اللي بدور عليه ده. اذروايز هقوم عامل ايه بقى؟ هقوم جاي قايل انه انا هعمل سيلف تايلز وهضيف تايل جديده بالشكل ده كده، وهتبقى طبعا التايل عباره عن ايه؟ كلر وسايز وليفل. هتبقى كلر سايز ليفل، صح بقى ان احنا نعمل كده اهو نوتس ان اراي وبعدين اعمل كده اهو بهذه الشكله، وهنحط بقى ايه بقى المره دي الهاش بتاعنا هنا. فاصبح بقى دلوقتي لو فعلا هو مش موجود، انا بس ايه هكريت التايل دي وهرجعها ايه هرجعها بهذه الكيفيه كده. بقى انا عندي ايه بقى؟ عندي هنا زي ما حضراتكم عارفين برضو نفس الكلام جيم تايل اراي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. فتيجي معايا بقى دلوقتي تروح على هنا هو على البوردر بتاعك، فانت عارف بقى خلاص انك لما هتاخد البوردر نفسه هضيف اليونيك ستيت بتاعته ستايل وثيكنس، وهضيف تايل. بس التايل هنا بقى وده المهم جدا بقى هيبقى عباره عن ايه؟ ان انا هباصل الستيتس دي عشان اكريت البوردر وجواه على طول التايل نفسها. فلو دول موجودين بالفعل هاخد على طول الكاشت فيرجن اللي موجوده في الريجستري بتاعتي، واحده من الايه من التايلز اللي موجوده في الريجستري. لو ما كانش هكريت واضيفها عشان لو حبيت بعد كده اكريت اي بوردر باي تايل ثانيه بنفس المواصفات احصل عليها ايه مباشره. فهنا انت بقى عندك الايه الجيم تايل بتاعتك خلاص موجوده، ما عندكش مشاكل خالص. عندك هنا الجيم بورد نفسها، ودي بتحتاج اكتر من بوردر مثلا على سبيل المثال ولنفترض. وعندك هنا بالشكل ده الجيم تايل فاكتوري بتاعك، وعندك هنا البوردر بتاعك بقى. فكل اللي انت محتاجه هنا ايه بقى؟ كل اللي انت محتاجه ان انت تبدا بقى بهذه الكيفيه تضيف مجموعه من البوردرز للجيم بورد بتاعتك. وطبعا كل واحده فيهم هتحتاج الى ايه؟ هتحتاج الى تايل معينه. فبالتالي لو انت بقى جيت هنا على الاندكس.php فايل بتاعك وقمت رايح هنا وقايل انا محتاج اولا ان انا استخدم على سبيل المثال الفاكتوري بتاعي، فهيبقى الجيم تايل فاكتوري، ومحتاج ان انا استخدم الجيم تايل بوردر، ومحتاج ان انا استخدم
الجيم تايل بورد ومحتاج ان انا استخدم الجيم تايل كالر ومحتاج ان انا استخدم الجيم تايل ايه بقى ليفل. فحاجة نوحة وعامل ايه بقى؟ هعمل البورد بتاعتي جيم ايه بورد اهي. والجيم بورد دي زي ما حضراتكم عارفين بهذه الشكلة بتاخد ايه؟ بتاخد array of ايه؟ of tiles بهذه الكيفية عشان نكون ايه واضحين. هي هتبقى بوردرز اهي بالمنظر ده كده. فاصبح انا بقى دلوقتي المفروض اعمل كده. لا معلش بس احنا هنا في PHP. فاصبح انا المفروض اقول ايه؟ ان هي array of tiles نفسها. وقد يكون ان هي في البداية عبارة عن null. يعني انا ممكن ان انا اقول ايه؟ مش هبص حاجة خالص. وافتراضيا هي عبارة عن array فاضية مثلا. بهذه الكيفية. فاصبح انا بقى دلوقتي لو حبيت ان انا اكريت بس البورد بتاعتي في البداية. وبعدين بقى اضيف مجموعة من البوردرز فهعمل مثلا البوردر تايل 1. دي بتساوي new game tile border. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. البوردر ده بقى بياخد ايه بقى؟ بصوا حضراتكم معايا. ساي مثلا ستايل على سبيل المثال thick. وساي مثلا انه الثيكنس بتاعتي مثلا لا انا اسف يا ربي ساي داشت. ممكن برضو نجروب الحاجات دي في نمايه صغيره كده. الثيكنس مثلا عباره عن ولنفترض ثيك. ساي مثلا ان بقى الكالر بتاعي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن الجيم تايل كالر. وهقوم قايل ايه؟ انا عايز مثلا حاجه جرين بالشكل ده كده. تعالى نسبلت ال arguments دي. بعد الكالر عندي ايه؟ عندي السايز. فهقوم قايل مثلا say 100 في 100 بيكسلز ولنفترض. بعد السايز عندي ايه؟ عندي الجيم تايل ليفل وهخليها say beginner بالشكل ده كده. فشوف بقى حضرتك معايا. خليك معايا بقى ركز في الحته دي كده. الفاكتور ده المفروض ان هو مستخدم اصلا جوه الايه جوه البورد نفسه. شوف بقى هنا معايا وانا هنا بعرف الايه بعرف التايل بتاعتي فبكريت بقى او باخد من اللي موجود عندي. فتعالى بص معايا بقى دي ايه التايل بتاعتي. شوف كده معايا انا هعمل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سي 1 و2 و3 واحد واثنين متشابهين زي بعض بالظبط. ثلاثة مختلفة عنهم بس في ان ده تايتل او التايل يا ربي انترميديت على سبيل المثال. ده عشان اثبت لك انه انا اصبح هنا في الحالة دي لو جيت بصيت هيبقى واحد واثنين متشابهين بالظبط. فده هيكريت التايل الاولانية وده هياخد نفس التايل. وهنا ده بقى هيكريت تايل جديدة لانه الاختلاف هنا فين؟ كالر والسايز والليفل مش زي بعض. طيب ممكن ناخد دول على سبيل المثال هم كده برضو اهم بالشكل ده واقول ان ده اوبجكت رقم كام؟ رقم 4. طيب اوبجكت رقم 5 لا السايز مختلف سي مثلا 200 في 200 والكالر مختلف سي مثلا بلو. وهنا ده اكسبرت مثلا ده مختلف تماما. وده مثلا ولنفترض برضو مختلف تماما 6 ده. ستة ده عبارة عن الكالر مثلا براون دي 150 مثلا في 150 والليفل بتاعي مثلا بيجنر. دي الليفل بتاعي مثلا انترميديت لكن السايز بتاعي عبارة عن 200 او 300 في 300 والكالر بتاعي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن ريد بالشكل ده كده. ودي هكررها تاني زي ما هي بالظبط اهو. فاصبح دي بقى هسميها 7 و 8 هنا. اما 9 فهتبقى عباره عن دول برضو زي ما هم اللي قبليهم بس هنا بدل ده هيبقى اكسبرت. انا بحاول انوع بقدر الامكان. واخيرا 10 زيها بالظبط اهو بالكيفيه دي. تعالى بقى معايا قول ان دي الاري بتاعتك. فاصبح ان انت ممكن تيجي
على سبيل المثال اكنك بتعمل كليك على الماوس مثلا بورد اد تايل الايه البورد تايل رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فاصبح عندك هنا زي ما انت شايف 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عايزين بقى نروح مع بعض هنا بهذه الكيفية ونروح على البورد بتاعتنا كده ونعمل ايه؟ to string. وتعالى نعمل مع بعض كده الآتي. هنقول مع بعض بالشكل ده كده وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنقوم جايين قايلين ايه؟ هنقوم جايين قايلين return array underscore map. الماب بتاعتنا هتاخد function والفانكشن دي هتاخد كل مره المفروض جيم بوردر تايل بوردر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اللي هو البوردر نفسه. وهترجع لي ايه بقى؟ تعال نشوف كده. ده البوردر بتاعي. تعال نرجع هنا الايه المعلومات اللي احنا عايزينها. تعال نقول ان احنا محتاجين بعد اذنك نيكون كاتينيت مع بعضينا البوردر جيت الستايل بالشكل ده كده. تعالى نضيف هنا التايز نفسها. تعالى بقى نروح مع بعض كده نعمل ايه حبه كونكاتينيشن على السريع اهو. تعالى نضيف ايه؟ نضيف الستايل ده ونضيف معاه الثيكنس get thickness وهنا هنضيف البوردر get للتايل نفسها الكلر. مثلا على سبيل المثال اهو الشكل ده كده. دي هتبقى عبارة عن get للسايز ودي get للايه للليفل نفسه بهذه الكيفية. فأصبح أنا عندي هنا البوردر مع دي مع دي مع دي تمام ده تمام ده تمام ده تمام بهذه الكيفية. عايزين بس نشوف ايه المشكلة. افترض ان انا هرجع ستايل بس الناس ما حد يعرف المشكله جايه منين. اه اوكي سوري سوري معلش معلش ناس 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 احنا كل حاجه عندنا صح ما عدا دي بس كده بالمنظر ده. احنا عندنا هنا الري ماب نفسها اهي وعندنا هنا ال البوردر. فين البوردر بتاعنا؟ البوردر اهو الفانكشن دي اهي وده الريتيرن بتاعها اهو. بس شكرا ليك مش عايزين اكتر من كده. اوكي اصبح انا دلوقتي المفروض بقى اعمل ايه؟ اعمل مع كل واحده في دول سي مثلا جوين بهذه الشكلة بإيه؟ بالشكل ده كده أهو جوين ليهم كلهم كده عشان نفصل بين كل واحدة والتانية سطر جديد. عندنا التايلز بتاعتنا المفروض ده هيبقى سترينج عادي جدا أهو بهذه الكيفية. تعالى بقى معايا وريني كده فاينل فيو بس احنا هناخد كل دول ونرجعهم في شكل ايه؟ في
في شكل عنصر وهناخد كل عنصر نطبعه على الشاشة. اوكي حلو قوي الكلام ده. تعالى بقى معايا هنا في الاخير، انا حطيت اللمسات الاخيرة كلها، عايز بس اطبع على الشاشة البوردر بتاعي، يا ربي الجيم بورد بتاعتي اللي هي البورد نفسها بالشكل ده. تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونروح مع بعض كده على الكونتينر بتاعنا، وتعالى نعمل ايه اندكس بي اتش بي. شوف كده معايا فين 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 التايلز 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 بتاعت الفاكتوري. روح على الفاكتوري بتاعي هنا، هو يا سلام هو كل حاجه كانت في الفصاد، مش مشكله يبقى نرجعها تاني. فين بقى الفاكتوري بتاعي؟ اهو ايوه، اعملها عباره عن اري فاضيه. حلو قوي الكلام ده. حلو، بصوا بقى معايا كده حضراتكم اهو بالمنظر ده كده اهو. تعالى هنا بقى ونعمل كمان مع الفار ده فار دامب. تعالى كده كأنك بتطبع على الشاشه سريعا كده اهو بالمنظر ده كده. معلش انا اسف اهو، دي الايه دي التايلز بتاعتنا. تعال بقى اشوف معاكم الفار دامب نفسه للبورد نفسها. تعال بقى نعمل كده اهو، شوف بقى حضراتكم معايا هنا لو لاحظتم انا عندي كام تايل، انا عندي 10 تايلز صح كده؟ صح. لو جيت بصيت بقى شوف كده معايا، عندك هنا ايه؟ عندك هنا التايل اللي هي السايز بتاعها 100 في 100 ولونها جرين والليفل بتاعها 1. لو لاحظت معايا هتلاقي ان الاوبجكت ده هو تيبيكال، تيبيكال الاوبجكت ده اهو. راح فين؟ فين يا محمد؟ فين يا محمد؟ فين فين فين؟ احنا نزلنا تحت معلش انا اسف اهو. بص كده التايل دي هي بالظبط التايل دي، على فكره هما الاثنين نفس الاوبجكت بالملي، ده وده بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. شوف بقى معايا لما ننزل تحت كمان، احنا كنا اتفقنا ان احنا عندنا ايه؟ عندنا 1 و2 زي بعض، 3 و4 كمان زي بعض. فهتلاقي عندك الاوبجكت رقم 3 اللي هو المفروض 2 و3 اهم، 3 و4. شوف نفس الاوبجكت بالظبط ده واللي تحته على طول نفس الكلام. تعال انت بقى اعمل معايا على سبيل المثال، ونفترض هنا مع الفاكتوري، انا الفاكتوري بتاعي فين؟ البيلدر فين؟ البيلدر اهو البوردر يا ربي اهو. تعالى كده معايا مثلا وانا افترض واعمل بسم الله الرحمن الرحيم، روح على الفاكتوري وتعالى اعمل كده مؤقتا بس جيت تايلز. تعالى كده بقى نشوف مع بعض var underscore dump say self التايلز نفسها. تعالى دي public static function، تعالى بس ايه اعتبرها بتعمل var dump مش اكتر من كده. تعالى معايا واعمل كده بقى، بص اعمل الجيم فاكتوري اللي هو التايل فاكتوري نفسه، وروح على جيت تايلز. شوف كده معايا، شوف لو انت عملت كلير دلوقتي بالشكل ده كده اهو ونديت عليها تاني، بص معايا كده شوف بقى، شوف ادي اوبجكت اللي هو كان رقمه كام؟ 4، وادي اوبجكت تاني اللي هو 7، وادي اوبجكت اللي هو كام؟ 10، وادي اوبجكت اللي هو ايه؟ 12، وادي اوبجكت اللي هو 14، وادي اوبجكت اللي هو كام؟ 17. لاحظ معايا بقى ان احنا عندنا 10 اوبجكتس اصلا، 10 بوردرز، انها في الحقيقه هنا انا عندي كام؟ 6 فقط. ده مشترك ما بين اثنين، ده مشترك اهو زي ما حضراتكم عارفين، وعندنا رقم 10 ده اللي هو بلو 200 في 200 3، عندي براون 150 في 1، عندي 300 في 3000 في ريد 2، وعندي 300 في 3000 في ريد بس كام؟ 3. فاصبح فعلا انت لما بتستخدم الفاكتوري، الفاكتوري بيتشيك بقى،
بالهاش اللي انت شايفها دي اللي احنا عملناها، لان الهاش هنا هي اللي جمعت ما بين الريبيتد ستيت اللي انا حاولت ان اعمل لها بس يعني زي سيريلايز للستيت نفسها، فحطيتها هاشت زي ما انت عارف، وبعدين دخلت بقى على الهاش نفسه ودخلت على الاوبجكت الموازي ليه، وبصيت لقيت ان انا اصلا اوريدي عندي بالفعل الهاش دي او الستيت دي، فبدل ما انا اقوم جاي عامل اوبجكت جديد من التايل، لا انا هرجع بقى واحد بالفعل انت ممكن تستغله. لو نفترض ان الاوبجكت الواحد في دول على سبيل المثال كل اللي مساحته على بعضه ما تكملش مثلا، ولا افترض 21 22 كيلو بايت، لو كنت انت تعمل مثلا سين معين في جرافيك، سين معين بيحتاج منك مثلا مليون تايل، فانت بتتكلم في ما يقرب من اكتر من 21 جيجا اوف رام. فلك انت تخيل بقى ان انت كان ممكن توفر رقم مهول جدا لو عملت شيرنج للستيت نفسها، فاصبح هو ده كده الفلايت ويت. وفعلا انت بتتكلم في حاجه خفيفه جدا، وبتتكلم في ان انت بتستخدم الشيرنج نفسه للستيتس ما بين الاوبجكتس دي نفسها علشان تحاول بقدر الامكان تريديوس الاماونت اوف ريسورسز اللي انت بتستخدمها على الماشين. الحقيقه ان انا ما شفتش مثال حقيقي عملي في الويب للفلايت ويت، لكن يعني ان اراد الله ده المثال اللي انا اكثرهم معرفه اللي هو الجيم تايلز، لاني انا متاكد انه من اكتر الستراكشر ديزاين باترنز اللي ممكن تستخدم بالذات في الجيمينج او بالذات في بالذات في الابلكيشنز اللي ممكن تحتاج ممكن كومبلكس اوبجكت بستيت كبيره قوي ولكن بارقام كبيره، فعشان نطلع بافضل افشنسي ونقلل بقدر الامكان حجم الميموري اللي هتهندل الستيت دي كلها، فممكن نستخدم الفلايت ويت ديزاين باترن علشان نعتمد على الشيرنج في ان احنا نقدم القدر ده من الاوبجكتس ولكن ستيل الستيت مشتركه ما بين اغلبهم. ده كان شرح مبسط، اسال الله عز وجل انه يكون مبسط للفلايت ويت ديزاين باترن. اشكر حضراتكم جدا، ده كان نهايه الستراكشر ديزاين باترنز. ان شاء الله هنبدا مع بعض غدا بمشيئه الله مع الchain of responsibility، وده اول pattern هنشوفه في behavioral design patterns. اشكر حضراتكم جدا، سعدت بيكم، وكل سنه حضراتكم طيبين، ويا رب يكون رمضان كان كريم على حضراتكم وكان خفيف عليكم وكان يعني بامر الله عز وجل الوقت اللي استغلتوه علشان تتقربوا ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الرحمن يعود عليكم كلها الايام بالخير في العيد اللي جاي، واشوفكم ان شاء الله بكره. سعدت بحضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.